كمان برضو الخبر آخر أن الرئيس السيسي يطلق فعاليات أسبوع إحياء الجذور مع نظيريه اليوناني والقبرصي في حضور قداسة البابا طوادروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقوسية، ووزيرة الهجرة المصرية ونظيريها اليوناني والقبرصي. كان قد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره اليوناني والقبرصي حفل مبادرة إحياء الجذور، تتضمن فعاليات أسبوع إحياء الجذور زيارة أعضاء الجاليتين اليونانية والقبرصية إلى مكتبة الإسكندرية وقاعدة رأس التين البحرية وبطريركية اليونان الأرثوذكس والمربع اليوناني والمقابر اليونانية بمنطقة الشطبي ومتحف الإسكندرية القومي وحدائق الشلالات ومتاحف كفافيس ودير سانتا سافا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. هذا فضلا عن زيارة أعضاء هذه الجاليات إلى أماكن منازلهم ومدارسهم القديمة بالإسكندرية، فيما أصدره الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن بيان أشاد فيه بمبادرة العودة للجذور والتي ستحقق الكثير لمصر واليونان وقبرص على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والسياحية. في هذه الزيارة زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الدول الثلاثة بجانب تنشيط السياحة والتعاون العسكري والاستراتيجي. وفي سياق متصل وجه الأنباسي أودوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر بلاد أفريقيا كلمة لوفد اليونانيين والقبارصة خلال زيارتهم لبطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، أعرب فيها عن فرحته بلقائهم في وطنهم الثاني مصر، وإن اليونانيين عاشوا بجانب المصريين فترات طويلة باعتبارهم شعبا واحدا، لافتا إلى أن اليونانيين يعملون في الإسكندرية وهم سعداء فاستمروا في الحب متمنين أن يرحب بهم مرة أخرى في الكنيسة. ومصر التي احتضنت اليونانيين والقبارصة، احنا من جانبنا في برنامج الصديقان بنرحب بالرئيس اليوناني والوفد المرافق له وبالرئيس القبرصي والوفد المرافق له، وفعلا اليونان وقبرص لهم جذور حضارية كبيرة في عمق التاريخ المصري، بنرحب بهم وبنرحب بهذه المبادرة وبنرحب بهذا الإحياء للجذور المصرية اليونانية القبرصية، ودائما مصر في خير وفي سلام.